السلام عليكم طلاب منصة التعليم. السلام عليكم طلاب العراق جميعا. مراجعة مهمة ومركزة لمنهج الكيمياء، لمنهج المتميزين، الكيمياء لمنهج المتميزين. أيضا راح يستفاد منها جميع طلاب العراق، سواء منهج متميزين أو المنهج الاعتيادي. ليش؟ لأن راح نتطرق إلى جميع الوزاريات أو جميع الأسئلة المهمة بالوزاري، وأيضا عملية توزيع الدرجات بالنسبة للأفصل المهمة في الكيمياء. فمن نجي إلى chapter 1 2 3 4 5 6 7 8 to biological student and 1 2 3 4 5 6 7 to applied student. راح تكون المراجعة مركزة جدا، راح ندخل بتفاصيل الأسئلة اللي حسب المواضيع بطريقة بسيطة حتى تستفادون منها وتكون جيدة بالنسبة لكم. فمن نجي إلى chapter أو نجي إلى الكيمستري بصورة عامة، نشوف الكيمستري it will divide it to 8 chapters for biological student and 7 chapters to applied student. السبع أفصل الأولى راح تكون متشابهة لجميع الطلبة، لكن الست أفصل الأولى متشابهة، السابع والثامن راح تكون مختلفة لبعض الطلبة. So, chapter 1, it will study thermodynamics. Thermodynamics is very important and it will take about 18 degrees or grade to depend on the questions. It will be until 22 grade. And chapter 2, it will be similar. And then the chapter 2, it will be chemical equilibrium. Chapter 3, it will be ionic equilibrium. It's very important because there are three questions. It will be about chapter 3. We will discuss that when we start with it. Then we will discuss chapter 4. It's redox reaction. الريدوكس مين ريدكشن اند اوكسيديشن رياكشن، اللي هي تفاعلات الاكسده وتفاعلات الاختزال، اللي ايضا نسميها الكتريكال كيمستري، اللي هي الكيمياء الكهربائيه. ايضا طبعا chapter it's very easy، جدا سهل، راح يكون الطالب مسيطر عليه بسهوله وتجي عليه درجات جيده. يعني مو فقط هو سهل وعليه درجات قليله، لا، سؤال او العفو chapter easy and it will be very good for the student. Then we'll discuss chapter 5. It's coordination chemistry. Coordination chemistry هي الكيمياء التناسقية. كيمياء التناسقية أيضا chapter very easy and it is it take a good grades from the final questions. Also the chapter 6, it's chemical analysis. It's the نسميها التحليل الكيميائي أو الكيمياء التحليلية. أيضا بعد الحذوفات صار فصل تقريبا ما نقدر نعتبره هو فصل صعب، وإنما فصل متوسط الصعوبة. بعد ذلك راح نتحدث عن chapter 7. It will be organic chemistry for the biological student فقط. Just for the biological student. Then we will discuss chapter 8 is biochemistry and chapter 7 for the applied student اللي هي الكيمياء الصناعية. بعد ما عرفنا هذا المخطط اللي هو chapters for the chemistry، كون نعرف شغلة مهمة جدا، هذا إني الأفصل راح يجي عليهن بحدود 150 إلى 145 درجة. ال 150 إلى 145 أو 145 إلى 150 تقريبا بحدود 130 درجة هي مسائل، بحدود 35 درجة هي مسائل، وأيضا 115 درجة هي 115 درجة هي مسائل، و35 درجة هي شرحيات. فالشرحيات عندنا بالكيمستري يعني مو كمية كبيرة، وإنما هي كمية بسيطة، راح نعتمد أكثر شيء على المسائل. لكن اللي يريد درجة 100، وأيضا إحنا مثل ما قلنا دائما نسوي مراجعة للمية مو مراجعة للخمسين أو للخمسة وسبعين، احنا نحتاج ندرس الشرحيات مثل ما نحتاج ندرس المسائل. في حال
عندكم أي سؤال حول الـ chapter 1, if you have any questions about chapter 1, please send it by the boot that you will find it in the group, اللي هو group تعليم. إذا عندكم أي سؤال يمكنكم ترسلونه على البوت اللي موجود بالجروب الخاص بالمراجعة المركزة لمنصة تعليم. بعد ما عرفنا الفصول الخاصة بالكيمستري, we will start with chapter 1. نبدي chapter 1 thermodynamics. Thermodynamics راح يتقسم إلى أجزاء. أول جزء اللي هو explanation and definition, راح نجي نشرح شنو الشرحيات وشنو التعاريف المهمة والأساسية في chapter 1. بعد ذلك راح نجي نناقش الـ heat capacity and specific heat. الـ heat capacity و specific heat راح نشرح المسائل, راح نتطرق إلى مسألة أو مسألتين بالسرعة اللي نقدر عليها, اللي مثل ما تعرفون chapter 1 هو chapter يعتبر مادته كثيفة, فمو مال ينشرح تقريبا بساعتين, لكن احنا راح نحاول نلخصه بساعتين بصورة بسيطة. بعد ذلك راح نجي نتطرق إلى مسائل الستاندرد انثالبي اللي هي دلتا اتش سي ودلتا اتش اف ودلتا اتش ار. Then we will discuss the enthalpy of physical change اللي هي الانثالبيات الفيزيائية أو التغييرات في الانثالبيات الفيزيائية. بعدين راح نجي نناقش هيزز لو اللي هو يعتبر من المواضيع المهمة جدا بالفصل الشابتر 1. وايضا عندي الهيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت تعتبر من المواضيع المهمه اللي دائما تجي بالوزاري. الهيزز لو از فيري امبورتنت سبجكت بيكوز ايتش يير اتس ذير از ا كويشن اباوت هيزز لو. ذن وي ويل ديسكاس تعاليل جيبس اللي هي تعتبر من المسائل الجدا مهمه واللي دائما تتكرر بالوزاري. يعني هسه صار عندي موضوع الجهد تعالي الجبس. بعد ذلك عندنا جبس إكويجين اللي هو دلتا جي آر نوت إيكوال دلتا جي أف نوت, العفو دلتا أتش آر, دلتا جي آر نوت إيكوال دلتا أتش آر نوت ماينس تي دلتا أس آر نوت, اللي هو يعتبر أيضا من المواضيع المهمة. بعد ذلك راح نناقش فاين تي باي جبس إكويجين. ذن المواضيع الأساسية بالنسبة للشابتر 1. بالمواضيع المهمة, بعد ما عرفنا المواضيع المهمة راح نجي نشوف شنو المواضيع اللي جدا مهمة. المواضيع جدا مهمة اللي هي أول واحد اللي هو شنو, اللي هو sorry, المواضيع الأساسية اللي هي Gibbs equation موضوع جدا مهم ويجي أيضا بالوزاري, يجي عليها تقريبا بحدود 10 درجات. أيضا يراوسون بينه وبين Hees's law, يعني لو يجيب Gibbs equation لو يجيب Hees's law ويجيب لو عليه 10 هذا لو هذا عليه 10. أيضا التعاليل Gibbs تجي بنسبة تقريبا خلينا نقول 95%, فيجيبون عليها بحدود 4 درجات إلى 5 درجات. أيضا أحيانا يجيبون فراغ لكن مو 100% بالنسبة للإنثالبيز of physical change. أيضا أحيانا يجيبون مسألة أو شيء بسيط حول الستاندرد إنثالبي, يعني يجي بحدود 5 درجات. الهيت كاباسيتي من المواضيع اللي تقريبا بحدود نقدر نقول 80% تجي بالوزاري. ايضا عندنا الاكسبلينيشن والديفينيشن, وعندنا الفايند تي باي جيبس اكويشن. هذني الاقل اهميه اللي خليت عليهم صح, لكن المهمات جدا واللي دائما يتكررون بالوزاري اللي هن الهيت كاباسيتي سبيسيفيك هيت, هيزز لو, تعاليل جيبس والجيبس اكويشن. بعد ما درسنا أو ناقشنا المواضيع راح ندخل بالتفاصيل الأساسية بالنسبة لشابتر 1. أول شيء عندنا الإكسبلينيشن and definition. حتى نناقش المواضيع راح نتحول إلى الملزمة ونقعد نناقش موضوع موضوع بصورة سريعة ونشرح أو نناقش فقط يعني الوزاريات, يعني المادة اللي جاية بالوزارة راح أقول لك هاي جاية بالوزاري, هاي مو كلش مهمة, هاي مهمة. فأجي نروح إلى الـ PDF اللي خاص بالملزمة, نجي إلى page 1. page 1 مكتوب عليها thermodynamics, طبعا page 1 okay. هذا الـ review of information, هذا
هو المقدمة للشابتر 1 اللي هو خاص بالفصل بالصف خامس إعدادي وصف سادس إعدادي. هذا تقريبا انحذف، نقدر نقول انحذف، فنروح البيج اللي بعده. أوكي بعد نجي إلى بعد هذا النمبر رومان نيبر نمبر. أوكي بيج 1 هسه نجي ثيرموداينامكس بيج 1. هاي رومان نمبر بعد امشي بالملزمة مخرجنا العزيز حبيبي عاشت ايدك هذا بيج 1 عاشت ايدك. هسه هنا نجي الى ثرمو داينامكس. فمن نجي للثرمو داينامكس نشوف هذا تعريف الثرمو داينامكس جاي بالوزاري وايضا من المواضيع المهمة، تعريف مهم جدا. بعد ذلك نجي الى الثرمو داينامكس explains many phenomena the most significant those are. هذني reasons جدا مهمات وجايات بالوزاري ومن المحتمل يتكررن هذه السنة. فمن نجي نشوف the first one the reason of occurrence of chemical reaction، السبب اللي دا يحدث به التفاعل الكيميائي. بعد ذلك second estimates the chemical and physical change that one or more substances undergo under certain conditions، اللي هو شو يقول يتنبأ سواء التفاعل راح يحدث بصورة يتنبأ التفاعل راح يحدث لو ما يحدث عند وجود عند ظروف معينة. بعد ذلك the reason why some reaction occurs spontaneously while some don't under the same conditions، ليش بعض التفاعلات why the some reactions occur spontaneously تحدث بصورة تلقائية لكن تفاعلات أخرى لا تحدث بصورة تلقائية. منو راح يشرحها؟ راح يشرحها عندي thermodynamics. Then the last one or the last reason is the reason why the energy accompanying reactions is sometimes given to reaction while sometimes it is released as a result of the reaction. يعني يقول ليش أو السبب اللي بعض التفاعلات تمتص طاقة لكن بعض التفاعلات الأخرى راح تبعث طاقة. هذه الفينومينون that we'll discuss it by the thermodynamics. Then طبعا هنا هذا اللي تشوفونه بالأخضر قدامكم أحيانا يجي على شكل فراغ بين يقول thermodynamic is not interested in time factor in which reactions occur. It only studied if a certain reaction will occur or not. يعني شنو يقول؟ بأنه الثيرموداينامكس ما يهتم بالزمن وإنما شنو يهتم at the reaction it will occur or not، التفاعل راح يحدث أو لا يحدث. هذا الشيء اللي راح يدرسه الثيرموداينامك. بعد ذلك عندنا we have two kinds of energy، عندنا نوعين من الانرجي اللي هو راح يكون بنهاية الصفحة. The first one is kinetic energy and second one the potential energy. هذا اللي انتهينا من عنده. بعد ذلك راح نجي إلى page 2. Page 2 عندنا طبعا هذا البيج ما بي فد فكرة مهمة، فقط عندنا the first law of thermodynamics تعريف مالته. يقول energy can be neither created nor destroyed but can change form. يعني شنو يقول؟ بأنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وإنما تتحول من شكل إلى آخر. طبعا هذا التعريف أني دائما أقولهم للطلاب، أقول هذا التعريف خليه قدامك دائما. ليش؟ هو مو فقط تعريف بالكيمستري وإنما هو حتى يتطبق بحياتنا اليومية، حتى بالدراسة يتطبق. شلون يتطبق؟ يقول بأنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، the energy can be neither created nor destroyed، معناتها الطاقة ما نقدر نخلقها ولا نقدر ننهيها بأنما تتحول but can change form. يعني الطاقة اللي حاليا انت دا تصرفها والطاقة اللي قاعد تنطيها بالدراسة مالتك راح تفيدك بنهاية السنة لما نتجاوب وتجيب معدل. ليش؟ لأن هاي الطاقة راح تتحول من الدراسة والتعب إلى درجات راح تكون مفيدة إليك حتى تدخل بها إن شاء الله الكليات اللي تفيدك. ليش؟ لأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وإنما تتحول من شكل إلى آخر، فالطاقة راح تصرفها راح تتحول إلى درجات إن شاء الله في النهائي. بعد ذلك نروح على البيج اللي بعده فنشوف البيج اللي بعده جدا مهم، تعاريف مهمة جدا. طبعا قبل التعاريف عندي شنو؟ كيفية تحويل how can I change the temperature from Kelvin from degree Celsius to Kelvin.
How can I change it? I can change it by this equation. T by Kelvin equal T by degrees Celsius plus 273. هذا القانون هو عملية تحويل درجة الحرارة from the degrees Celsius to Kelvin. كل الشابترات كل المواضيع راح تدرس لي temperature by Kelvin. By Kelvin. Just the heat capacity and the specific heat, it will study the temperature by degrees Celsius. يعني أني راح أدرس الكيمياء بكل تفاصيلها راح أحول درجة الحرارة من السليزي إلى الكلفن فقط بالسعة الحرارية والحرارة النوعية أبقيها بدرجة حرارة السليزية. واضحة الفكرة؟ هاي خليها ببالك حتى دائما تحول درجة الحرارة من السليزي إلى الكلفن. بعد ذلك so we'll study system, then we'll study surroundings, cluster اللي هو الكلاستر أو اليونيفرس أو الجروب. وعندنا three kinds of system اللي هو الopen system, الclosed system والisolated system. هذني عندنا الشغلات المهمة. بعدين عندي system properties. طبعا السيستم تعريفه بأنه is a part of the universe which consists of substance or substances which participate in a physical and chemical change with a certain boundaries. بأنه السيستم بأنه هو عبارة عن شنو؟ جزء من الكون. جزء من الكون يتكون شنو؟ يتكون من مادة ومواد تشترك في تفاعلات كيميائية وتغيرات فيزيائية. هذه التفاعلات راح تكون داخل نظام. داخل نظام. So then we'll study the surrounding. If I have a system, then the out of the system, it will be the surrounding. Out of the system, it will be the surrounding. فأني عندي system. خارج السيستم هو surrounding. طبعا the earth is the system. Out of the earth is the surrounding. بعد شنو عندي؟ عندي السيستم والسراوندينج. شو نسميه the universe of or the cluster. Then we will have three kinds of the system. Open system تعريفه جدا مهم, والclosed system والisolated system. ايضا احيانا ما يجيني كتعاريف, يجيني كمقارنة, فاني لازم اقارن بانه which one will will release heat, which one is will release the substance. فأجي the open system is the system that the boundaries allow matter and energy interaction between system and surrounding. إذن the open system شو يسوي؟ the matter will energy interaction between the surrounding and the system. يسوي interaction يعني يسوي تحولات بين بالenergy وأيضا بالmatter. بينما the closed system من أجي أعرفه is the system that the boundaries allow only energy interaction but not matter. راح يسمح للإنرجي يسوي interaction with the surrounding بس ما يسمح للماتر. إذن هذه مقارنة بأنه الأول يسمح للماتر والإنرجي interaction between the surrounding and the system, but for the closed system just the matter, the energy, it will interaction between the surrounding and the system. Then the isolated system, طبعا هو النظام المعزول, the isolated system, it will is the system that the boundaries allow neither energy nor matter interaction with its surroundings. يعني ما راح يسمح لا للماتر ولا للإنرجي to interact between the surrounding and the system. Okay. بعد ذلك نجي على system properties اللي هي physical variables of the system that will change around them between the surrounding and the system. هذين التعاريف. أيضا عندي انتبه للsystem properties. إجا فراغ قبل سنة بأنه يقول system properties للمنهج العربي بأنه خواص النظام تقسم إلى فراغ وفراغ. عدي بعدين راح ندرس خواص شاملة وخواص مركزة, لكن من يقول لي خواص النظام وينطيني فراغ واحد معناتها يريد من عندي تعريف خواص النظام. إذا ينجيني فراغ واحد يعني يريد تعريف خواص النظام, إذا يجيني فراغين معناتها يريد تعداد أنواع الخواص اللي هي خواص شاملة وخواص مركزة. بعد ما شوية انطينا تفاصيل راح نطلع إلى فاصل بسيط ونرجع لكم ويا Chapter 1 المراجعة المركزة حول منصة تعليم لكل
طلاب العراق. حبايبي. حبايبي نرجع الى المراجعه مالتنا، فنجي نشوف بعد ما شرحنا انواع النظام راح نجي the kinds of system، عرفنا open و closed و isolated. نجي بعد ذلك الى page 4 اللي هي الهيت. الهيت اللي هي راح تدرس لي الحراره، طبعا تعريف مهم. بعد ذلك عندي شنو؟ عندي تعريفين جدا مهمات اللي هن السعة الحرارية والحرارة النوعية، اللي هي heat capacity والspecific heat.
الهيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت. تعريفين مهمات لازم الطالب يعرفهن، تجي يا اما على شكل تعريف اللي هو قدامكم، يا اما تجي على شكل فراغات، او احيانا تجي على شكل مقارنه اللي هي هاي اللي تشوفوها قدامكم بيج 5. بيج 5 اكو يقول compare between specific heat and heat capacity. هذه مراجعه عفوا مقارنه جدا مهمه اللي هي قدامكم. بعد ذلك راح نجي الى هذه المسائل مال heat capacity، ما راح نشرحها لانه عندنا بعدين راح نشرح المسائل مالتها. ننتقل الى بيج 9. بيج 9 نشوف بأنه page 9 بالإنثالبي change، إنثالبي change اللي هي دلتا H. دلتا H عندنا تعريف الإنثالبي أيضا من التعريف المهمة، وعندي تعريف جدا مهم اللي هو الستيت فانكشن. الستيت فانكشن اللي هو تعريف دالة الحالة من التعريف الجدا مهمة واللي تتكرر بالوزارة. بعد ذلك عندنا ال there are two kinds of the properties. We have the general properties of the substance are divided into two. The first one is extensive property and the second one is the intensive property. طبعا بالمقارنة مع الهيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت اكو خطأ بالمقارنة. النقطة الأخيرة طبعا ممكن كاتبين global وكلمة أخرى تبدلوها بالإكستنسيف والإنتنسيف. بعد ذلك هاي للي طلاب الحبايبي اللي يردون يقرون بصورة صحيحة. بعد ذلك عندنا تعليل اللي هو يقول enthalpy is طبعا page 10 يقول enthalpy is a state function and it is extensive property. ليش الانثالبي هو state function؟ ليش state function؟ because it depend it doesn't depend on the on the properties. فأما طبعا عفوا ليش نعتبره هو extensive property؟ because it depend on the amount of the substance. It depend on the amount of substance. يعني شنو؟ يعني إذا أنا جبت if I bring two moles of the benzene and I burn it, it will give the heat. But if I bring just one mole of the benzene, it will give a less of the heat. ليش؟ because it depend on the amount of the substance. فهو بذلك راح يعتبر شنو؟ extensive property. أيضا ليش هو يعتبر state function؟ نجي نعتمد على state function. ليش؟ because it depends on the first and the second. It depends on the initial state and final state. But it doesn't depend on the arrow that will go through it. واضح؟ راح تعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية، ما راح تعتمد على المسار اللي راح يدخل من خلاله. بعد ذلك بأنه عدي page 11 عدي الثيرموكيمستري. عدي مهم، شنو المهم اللي لازم أعرفه بي؟ لازم أعرف بأنه يمتى التفاعل هو exothermic reaction ويمتى هو endothermic reaction. أنا أعرف التفاعل هو exo when the delta H equal minus. من يكون دلتا H minus هذا exo. أيضا من ألقى energy أو رقم in the product بالنواتج راح يكون التفاعل exothermic. لكن أعرف التفاعل هو endothermic عندما تكون الحرارة أو energy أو رقم بكيلو جول وين بالreactant أو the delta H it will be positive. هذه الحالتين اللي راح أعرف بها التفاعل هو exothermic أو endothermic. بعد ذلك مثل ما تعرفون بأنه عندنا المسعر هو محذوف الكالوريميتر، فراح ننتقل إلى page 16 اللي هو الثيرموكيميكال إكويشن. الثيرموكيميكال إكويشن مجرد أفكار لازم تعرفها بأنه عند قلب المعادلة تقلب من أقلب المعادلة، أخلي المتفاعلات بدل النواتج أو النواتج بدل المتفاعلات product in a state of the reactant, لازم the delta H, we will change the signal of it. If it's positive, it will change to negative. If it's negative, it will change to the positive. بعد ذلك, أيضا, if I multiply the reaction by 2, I will multiply the delta H by 2. If I divided the reaction by 3, I will divide the delta H by 3.
هذه مهمة راح تفيدنا بهيزز لو. أيضا عندي تعليل جاي بالوزاري بأنه يقول physical state اللي هو بالنقطة الثانية physical state of reactants and products need to be written. ليش لازم نكتب ال physical state مال المواد؟ لأنه because absorbed or released heat can be changed with the physical state of reactants and products. يعني الحرارة كمية الحرارة راح تنبعث أو راح تمتص راح تتغير بتغير الحالة الفيزيائية للمادة. ولذلك لازم نكتب الحالة الفيزيائية للمادة. بعد ذلك ننتقل إلى البيج 17 بأنه شرحناها بأنه إذا تم قلب المعادلة تنقلب الدلتا H. بعد ذلك ننتقل إلى الستاندرد انثالبي of reaction بأنه عندي different kinds of enthalpies اللي هو دلتا HF, دلتا HC ودلتا HR اللي هي page 18 بأنه أشوف الدلتا HR والدلتا HC والدلتا HF هذني different kinds of enthalpy. خلي شي ببالك هذن يجن على شكل تعاريف جدا مهمات. أحيانا يقول لك what is the standard enthalpy of combustion and what is its conditions. يعني يريد التعريف ويريد الconditions. الconditions مالته بأنه the substance that will compose it has to be one mole and with enough amount of the oxygen and under standard conditions. هذا بالنسبة للدلتا HC. أما الدلتا HF the product it has to be the formation product it has to be one mole and from most stable element this is the second one and the third one it has to be under standard conditions. هذني ال conditions مع دلتا HF والدلتا HC. أيضا طبعا المسائل بعدين راح نسولف عليها. بعد ذلك راح طبعا تعريفه مهمة مثل ما اتفقنا. بعد ذلك راح ننتقل إلى page 22 بأنه متى تكون دلتا HF مساوية إلى دلتا HC مثل ما اتفقنا بأنه when the compounds of one mole of the substance when طبعا هاي تشوفوها لي فوق بأنه what are the conditions for the standard enthalpy of combustion راح اللي هي باللون الأخضر تشوفوها راح تكون the combustion is one mole enough amount of oxygen under the standard temperature and pressure اللي هي احنا نسميها STP. أيضا بعد ذلك طبعا أتوقع عبرنا page اللي هو ال standard enthalpy of اللي هو page 19 اللي هي what are the conditions for the standard enthalpy of formation اللي هي تفاصيلها مهمة وشرحناها اللي هي the formation has to be one mole and from the most stable element and under standard temperature and pressure. أيضا عندي شنو هو stable standard forms of the element ملخص سريع بأنه كل شيء موجود بالطبيعة مو متكون يعني عنصر الوحدة بالطبيعة أقدر أسميه هو standard stable forms of the elements. واضح؟ بعد ذلك عندي بنهاية الصفحة in the end of the page 19 جاي عندي مسألة سابقا بأنه منطيني طبعا للمنهج العربي بأنه قال لهم بأنه if the formation احنا نعتمد على من نعتمد على الفورميشن amount of the enthalpy الانثالبي مال formation. هو ما منطي انثالبي formation منطي الانثالبي مال decompose مال تفكك. فأني اكو فرق بين التفكك وبين التكوين. فشنو الفرق بيناتهم؟ نفس الكمية مال الحرارة لكن الفرق راح يكون وين؟ الفرق راح يكون بأنه السيجنال راح تختلف. يعني إذا الدلتا HF is positive the enthalpy of decompose it will be negative. هذا هو الفرق بيناتهم. فهو بالمسألة يعطيك الديكمبوز لكن احنا ما راح نحتاج الديكمبوز. احنا ايش نحتاج؟ نحتاج enthalpy of formation. فلازم نحوله من enthalpy of decompose to enthalpy of formation. شلون نحوله؟ بس نغير الإشارة مالته. بعد ذلك راح ننتقل إلى page 25 اللي هو enthalpy of physical change. ما بي أي شيء مجرد تعاريف بسيطة بالنسبة للطلاب اللي هي
الانثالبي of vaporization والانثالبي of condensation والانثالبي of fusion والانثالبي of crystallization. هذه بالنسبة للتعاريف اللي قدامكم وتقدرون تحفظوها. بعد ذلك عندنا شنو؟ عندنا شرحيات، عندنا ال هيزز لو، تعريفه جدا مهم، اللي هو the enthalpy of main reaction is equal to sum of enthalpy of intermediate steps، اللي هي صفحة page 27، page 27 اللي هو التعريف هيزز لو. أيضا عندي بأنه أحيانا يقول ليش نستخدم هيزز لو، ليش نستخدم الانثالبي of main reaction equal to the sum of enthalpies، ليش نسوي هيك؟ ليش؟ لأنه because the reaction occurs so slowly and some unwanted side products are formed، بأنه بعض المركبات تنتج بصورة غير جيدة وأنا ما أحتاجها، وأيضا بعض التفاعلات تصير ببطء شديد. بعد ذلك ننتقل إلى ما عندنا شيء هنا، راح نجي إلى spontaneous والnon spontaneous اللي هي page 35. Page 35 بأنه عندي spontaneous وعندي non-spontaneous. هنا مجرد عندي تعريف spontaneous وتعريف non-spontaneous reaction، بأنه تعريف تفاعلات التفاعلات التلقائية والتفاعلات الغير تلقائية. بعد ذلك نجي إلى page entropy اللي هو page 37. Page 37 راح يكون مجرد الفكرة، لازم تعرف بأنه الحالة كل ما تتحول من from solid to liquid to gas the entropy will increase and if it's changed from gas to liquid to solid the entropy will decrease. هذني مهمات لأنه راح نشتغل عليهن بكل مسائل أو تعاليل جيبس اللي هو الانتروبي of delta S. أيضا بعد ذلك نجي نشوف بأنه عدي page 38 عدي example 27 اللي هو يقول estimate if change in entropy منطيني دلتا اس، يقول freezing of ethyl alcohol، بأنه ايش يصير بالأثيل الكحول، هل الانتروبي راح يزداد لو يقل؟ ايش قاعد يقول freezing؟ ما دام freezing معناته تحول من حالة سائلة إلى صلبة، فمعناته راح تقل الانتروبي. So the entropy will decrease by the freezing of ethyl alcohol and the vaporization of liquid bromide. The vaporization, that means it's it will change from liquid to gas. So that means the entropy will increase. أيضا dissolution of glucose in water. ذوبان glucose بالماء راح يكون increase the entropy because it will the products or the atoms of the glucose it will go through the water, so the space between the atoms it will be big, so it will take a long or it will take the energy and it will راح تتحرك بسرعة عالية. Okay, ال kinetic energy مالتها راح تصير عالية، فراح تزيد عندي الانتروبي، so the entropy will increase. أيضا بعد ذلك عندي the cooling of nitrogen. طبعا كل cooling هو it will decrease the entropy and all the increase it will I'm sorry all the heat it will increase the entropy. طبعا اكو سؤال اجاني طالبة اسمها فاطمة امير طالب من بغداد من مدرسة اللباب الاهلية للبنات، تقول بانه تم تبريد غاز H2 من 90 الى 30. طبعا تبريد، فمن هو تبريد راح العشوائية ايش راح يصير بيها؟ راح تقل العشوائية. طبعا اكيد راح تقل العشوائية، تسأل بانه راح تزيد وراح تقل، اكيد راح تقل، لانه كل عملية تبريد هي نقصان للعشوائية، مثل ما شفنا هسه في غاز النيتروجين، بانه cooling of nitrogen gas from 80 to 20 degrees Celsius it will decrease the entropy. It will decrease the entropy. ننتقل بعد ذلك الى شرحيات تقريبا نقدر نعتبرها انتهت. Page 48 عندنا التعريف مال definition of standard free Gibbs energy of reaction، وعندنا definition standard free Gibbs energy of formation. عندنا formation delta GF with delta GR، كل واحد عنده تعريف. page 48 كل واحد عنده تعريف، مجرد go through it، لانه يعني مجرد يعني جاي بالوزاري هو، ومن المحتمل ان يتكرر بالايام الجاي. بعد ذلك عندنا تخلص الشرحيات، بنهايه الشرحيات راح ننتقل الى المسائل.
اللي نحتاجها واللي نشوفها بالسلايدات. فعرفنا ذني الشرحيات المهمات، راح نجي إلى أول شيء الهيت كاباسيتي and specific heat. الهيت كاباسيتي والspecific heat طبعا الوقت جدا ضيق، مثل ما تشوفون شرحيات أخذت جزء كبير من الوقت. راح نجي إلى example اللي هو يقول what is the amount of heat by kilojoule necessary to increase the temperature. بأنه شي يريد يقول what is the amount of heat, that mean Q equal علامة السؤال. الـ units مالته راح تكون by kilojoule. So the Q it will be a noun necessary to increase the temperature of 870 gram, because it's a gram, so that means this is the M. The M equal 870 gram. بعد ذلك of piece of iron from 5 degrees Celsius to 95 degrees Celsius. So that means it's the T initial, it's 5 degrees Celsius, and the T final it will equal to 95 degrees Celsius. أيضا عندنا specific heat اللي هي zeta. Specific heat it's zeta. It will be equal to 0.45 joule per gram times degree Celsius. هذه المعطيات اللي عندي. طبعا مثل ما تعرفون بأنه بالheat capacity and specific heat we have three kinds of equation. The first one, EQ equal C times delta T. This is the first one. The second one, it's EQ, I'm sorry, it's C equal zeta times M. حتى أعوض هذا قانونياً عندي. قانون الثالث بأنه أبدل مكان C راح أعوض بمن بزيتا والM، راح يكون القانون EQ equal zeta times M times delta T. يا قانون راح يفيدني بهذا من القوانين الثلاثة؟ أكيد 100% راح يفيدني هذا القانون اللي هو الQ مجهول، الزيتا عندي والM عندي، والدلتا T I have to find it by delta T equal طبعا القانون الأخير اللي هو دلتا T equal T final minus T initial. هذا القانون الأخير اللي أحتاجه. First, so I will find delta T by the T initial and T final. طبعا دائما أقول للطلاب من تلقى T final و T initial you have to find delta T. دائما كل ما تشوف T final و T initial أوجد الدلتا T. بعد ذلك بعد ما وجدنا الدلتا T نطبق القانون Q equal zeta times M times delta T، وراح يكون الحل مثل ما تشوفون بالملزمة، راح يكون بصفحة page 5 اللي هو page 5 مو بالرومان طلاب حبايبي، page 5 بالأرقام الاعتيادية. هذا تشوفونه قدامكم. اللي هو الاكزامبل 1، هذا هو الحل مالته بانه وجدت الدلتا تي ايكوال تي فاينل ماينس تي انيشال، وحولنا وجدنا دلتا تي، بعد ذلك طبقنا قانون الكيو ووجدنا الكيو بواسطه الجول. طبعا بواسطه الجول. ليش وجدناه بواسطه الجول؟ يمتى اعرف هذا جول لو كيلو جول؟ اني المطلوب مني الكيو باي كيلو جول. اي فايند ات باي جول. ليش؟ لانه الزيتا هي بوحده الجول. The specific heat is by joule. So that means the Q, I will find it by joule. Then I have to change the Q from joule to kilojoule. How can I change it? By the last line, اللي هو Q by kilojoule equal Q by joule divided by 1000. It will be 35.2 kilojoule, اللي هو أخير الحل. بعد ذلك ننتقل إلى السؤال البعده اللي هو راح يكون اللي هو راح يكون while example. يقول while heating 4.5 gram of gold pieces. طبعا هنا شنو السؤال؟ اول شيء يقول while heating 4.5 gram of gold pieces، معناته عندي شنو؟ عندي اول شيء m equal 4.5 gram. Then 276 joule of heat was applied. إهناش منطيني ما دام منطيني بالجول، that mean it's Q. ليش؟ لأنه هاي بالجول، وهو دي يقول لي 276 joule of heat was applied. Heat معناته Q.
So Q equal 276 joule. Then if the initial temperature was 25, that means it's T initial equal 25 degree Celsius. What is the final temperature of a specific heat of gold? يعني شريد, I'm sorry, that's mean equal, what is the final temperature? Final temperature, that's mean T final, it's equal علامة السؤال والوحدة by degree Celsius. ومنطيني specific heat of gold is 0.13 joule per gram times degree Celsius. هذه كل معطيات السؤال. دائما 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 when you find T initial or T final is unknown, that mean you have to find that mean delta T is unknown. كل ما تلقى T final أو T initial مجهولة معناته عندك الدلتا T هي المجهولة. فتجي أنت تجي تقول القانون مالتي هو Q equal zeta times M times delta T times delta T. منو المجهول عندي؟ المجهول is المجهول هو الدلتا T. المجهول هو الدلتا T. أنا عندي Q, I have it. Zeta, اللي هو specific heat, I have it. Also, M, I have it. So I have to find delta T. When I find delta T, I will go through delta T equal T final minus T initial. At delta T, I find it from this equation. راح أنا وجدتها من القانون الأول. ال T initial أصلاً أنا عندي اللي هي 25 degree Celsius اللي تشوفوها ها هي. منو بقى عندي مجهول؟ التي فاينل هي المجهولة اللي أقدر أوجدها. فنروح إلى الملزمة اللي هي راح تكون بيج 7. بيج 7 تشوفون هذا هو الحل الكامل بالنسبة إلى الملزمة, بالنسبة إلى السؤال, بأنه أول خطوة بالملزمة بيج 7 إجيت طبقت شنو؟ طبقت مثل ما علمتكم بأنه طبقت القانون اللي هو Q equal zeta times M times delta T page 7. أوكي طلاب شفتوا هالملزمة؟ أوكي Q equal zeta times M times delta T. I find delta T اللي هي كانت مجهولة اللي هي راح تشوفها 471.8 degree Celsius. بعد ذلك طبقت delta T اللي هي delta T equal T final minus T initial. ف T final equal delta T times T initial وراح تكون الناتج النهائي اللي هو 496.8 degree Celsius. بعد ما كملنا هذا المثال راح نتوقف لفاصل بسيط ونرجع لكم ومسائل أخرى حول chapter 1. Thank you.
نرجع وياكم طلاب ونكمل باقي الأمثلة. لكن قبل لا نبدي بالأمثلة، إجاني سؤال من مينا مدرسة عشق اللي هي المدارس التركية، تقول صفحة 38 مثال 27 مهم، يعني أكو سنة من السنين جاي وزاري. يا مينا يا عيني، example 27 اللي هو شرحته قبل دقائق، اللي هو مال it discuss the entropy اللي هو page 38 بالملزمة. هذا السؤال جاي بالوزارة على شكل فراغات، يعني ما يجي احتمال ما يجي هو سؤال كامل، وإنما يجي فراغ. مثلا يقول لك freezing of ethyl alcohol it will فراغ the entropy، فأنت تيجي تقول له the freezing it will decrease the entropy. واضح الفكرة؟ بأنه هو ما راح يقول لك بأنه كسؤال كامل يجي، لا يجي فراغ ضمن الفراغات. أكثر شيء يجي عندكم النقطة دي اللي هي cooling، أو يقول لي يعني مو cooling يقول heating. إذا heating that means it will increase the entropy. If it's cooling that means it will decrease the entropy. بعد ما شرحنا الفكرة اللي سألت عليها مينا، راح ننتقل وين؟ ننتقل إلى السلايد اللي بعده، واللي هو راح يكون حول ستاندرد انثالفي اللي هو دلتا اتش ار، دلتا اتش اف، اند دلتا اتش سي. أهم شيء لازم تعرفها شلون تكون معادلة تكوين. How can I find the delta HF equation and delta HC equation. جدا مهم، جدا مهم بالنسبة للطالب بأنه يتعلم شلون يسوي معادلة تكوين ويسوي معادلة احتراق. ليش؟ لأنه بهيزز لو ما راح يجيك بأنه سؤال احتمالي، يعني السؤال يجيك بدون المعادلات، فأنت لازم شو تسوي؟ لازم أنت تكون المعادلات. فحتى أشرحها بصورة سريعة، الدلتا اس سي من يجيني معناته احتراق. That means it's combustion. So I have to put the substance in the reactant and I will add the O2. So the product it will be. What is the product? If it's element, it will produce the oxidation of the element. يعني كربون احتراق ينطيني CO2. H2 احتراق ينطيني H2 اللي هو أكسيد الهيدروجين اللي هو الماء، أكسيد الكربون. أما إذا organic compound was decomposed, that means it will change to CO2 and plus H2O. يعني أجيب organic compound مثلا C6H5OH اللي هو مثلا الفينول، أخليه بالمتفاعلات أضيف له O2, then it will produce CO2 and H2O. بعد ذلك أسوي معادلة، أو العفو أسوي الموازنة بالنسبة للمعادلة. Then for the delta HF0 اللي هو standard enthalpy of formation, it will if they ask me about the delta HF for the for example the benzene, it's C6H6, I will put it in the product. راح أجيب المركب أخليه بالنواتج، بعد ذلك I will go to the most stable element، أشوف من أي العناصر راح يتكون هو، أشوفه يتكون من عنصر الكربون وعنصر الهيدروجين، فأرجع أخليهن بالمتفاعلات وأسوي التفاعل. هذا بالنسبة إلى كيفية عمل معادلة تكوين وتكوين معادلة احتراق، جدا مهمة. بعد ذلك نجي إلى example جاي بالوزاري، يقول الإكزامبل بأنه calculate change in a standard enthalpy of formation. يريد delta HF الformation element. Just a second, I will change the color. Okay. طلاب حبايبي، نشوف بأنه they ask me about delta HF for Al2O3. طبعا sometime I will they will some maybe they will not ask me about delta HF for the Al2O3. Just they will write delta HF. Just that. So if they ask me about delta HF, when or where? Directly I will go to the product. I will go to the product. Why? Because it's delta HF. Delta HF, it will be on the product. يعني delta HF اللي هو enthalpy التكوين. Enthalpy التكوين هو وين يتكون؟ All things that will produce or form, it will be in the product. كل شيء راح يتكون هو ألقاه بالنواتج. أيضا sometimes they will ask me about delta HC. Just that. They will not ask me about delta HC for the AL. يعني ما يكتبوا لي الAL. أني شون أني رأسا أقول مين نفسي. It's delta HC. That means it's combustion. So if it's combustion, I will go directly to the reactant.
Why? Because the reactant it will be compost. واضح؟ بأنه أنا مباشرة أشوف بأنه الرياكتنت هو اللي راح يحترق. ما أروح على الأكسجين لأن الأكسجين هو اللي يحرق. فأني إذا يسألني if they ask me about delta C it's the reactant, if they ask me about the product I'm sorry delta HF it's the product. فأجي لازم calculate change in standard enthalpy of formation. أول شيء لازم شقول if is delta HF equal delta HR, if is delta HF equal delta HR, no. Why no? Because the product is not one mole, it's two moles. مادام البرودكت هو 2 مول معناته شنو؟ معناته ما اقدر اقول دلتا اتش ار ايكوال دلتا اتش اف. شو اسوي؟ لازم اكتب القانون اللي هو هذا اللي تشوفونه امامكم، دلتا اتش ار نوت ايكوال دلتا اتش اف نوت تايمز ان. الان شي يمثل؟ الان يمثل نمبر اوف مولز اوف ذا برودكت. واي ذا برودكت؟ بيكوز اتس دلتا اتش اف. فأكتب القانون مجهولي منه the unknown is delta HF فأوجد الدلتا HF. بعد ذلك أجي إلى الدلتا SC. دلتا SC اللي هو for the aluminium, so the number of mole is 4, so that means delta HF I'm sorry delta SC is not equal to delta HR. How can I find the delta SC؟ أكتب القانون الثاني اللي هو delta HR not equal delta HC not times n. Will n هو number of moles of the combustion of the reactant. فنروح حتى نشوف الحل مال الكامل للسؤال راح ننتقل إلى page 23. Page 23 اللي هو example 15. Example 15 اللي هو 4Al plus 3O2. تشوفون الحل بأنه أول شيء قسمت delta HF equal delta HR divided by N. I divided it, then I find it. It is minus 1670 kilojoule per mole. Why per mole? Because it's delta HF. Then I find the delta SC. Delta SC equal delta HR divided by N. طبعا هو بنهاية الصفحة كلش راح يصير أخير سطر بالملزمة يكون I'm sorry أخير سطر بالpage page 23 اللي هو delta SC equal delta HR divided by N. So it will be equal minus 3340 kilojoule divided by 4. So it will be minus 835 kilojoule per mole. هذا المثال جاي بالوزاري ومهم جدا جدا. جاي بالوزاري ومهم جدا جدا ولذلك أنا تطرقت له لأنه يشرح دلتا اس سي وأيضا يشرح دلتا اتش اف. بعد ما شرحنا هذا المثال ننتقل إلى مثال آخر. الوقت جدا ضيق راح أجي على هذا المثال just go through it يعني هي نفس الفكرة. فأجي تشوفون هذا التفاعل يقول as a standard enthalpy of formation of hydrogen fluoride delta HF for the HF equal this number. So it will calculate standard enthalpy of reaction. That's mean delta HR. أجي أقول delta HR equal delta HF. No, because the product is 2 moles. So I will write delta HR equal delta HF naught times N. Will N here 2 اللي هي number of moles of the product. وأكمل حل السؤال by find delta HR equal delta HF عندي اللي هي minus 271 times 2. So the delta HR I will find it directly. Then I will go to the next subject اللي هو enthalpy of physical change. الانثالبي of physical change جدا جدا بسيط الموضوع. الموضوع بأنه نروح إلى page 26 بالملزمة I'm sorry page 25 بأنه نشوف عندي الفورميشن وعندي الفورميشن I'm sorry عندي vibration عندنا delta H vap وعندي delta H cold هذني واحد عكس الثاني. ف sometimes they will ask me about delta H vap
and they will give me delta h cot, or they will ask me about delta h cot, or they will give me delta h va. هذا شلون يجي؟ احيانا يجي على شكل فراغات، يجي احيانا على شكل فراغات. فيعني يجي عليه درجتين ثلاث درجات، لكن هو جدا بسيط، مجرد انت تغير الاشاره بالنسبه للسؤال، بس تغير الاشاره. يعني if they ask me about delta h vap ومنطيني delta h cont, I will change the signal. فنشوف الاكزامبل 16، اكزامبل 16 اللي هو page 25 بنهايه البيج، بأنه يقول as enthalpy of vaporization of liquid ammonia is 23 kilojoule per mole, what is the value of enthalpy of condensation? They ask me about the condensation. ومنطيني شنو؟ منطيني ال delta H vap اللي هو ال enthalpy of vaporization. فأجي مباشرة I will write the equation of the ammonia that will change from liquid to gas, وهو delta H vap equal 23 kilojoule per mole. أما ال condensation, so the delta H cont equal the minus delta H vap. مثل ما قلت لكم تغيرون الإشارة مالتها فراح يكون سالب 23 kilojoule per mole. بعد ما خلصنا المثال راح ننتقل إلى أمثلة أخرى، لأن الموضوع جدا بسيط ويجي على شكل فراغات بسيطة بتغيير درجة ال signal of the enthalpy. بعد ذلك ننتقل إلى هيزز لو. هيزز لو يعتبر من المواضيع المهمة اللي لازم نركز عليها، لأنه مثل ما قلنا تجي بالوزاري بعدة مرات. أحياناً الهيزز لو يجيني على شكل بدون معادلات. They ask me about just, so I have to write the equations. Ask me about the equations, then I will do the هيزز لو. So, you could calculate standard enthalpy of formation of CS2 from its most stable forms. فهنا راح شنو اكتب؟ لازم اكتب شنو؟ The equation of the formation. Why? Because they ask me about calculate standard enthalpy of formation. شلون اكتبها؟ راسا اخلي ال CS2 in the product واخلي سهم للمتفاعلات يعني للنواتج، فاجي اكتب it has two elements, so it will be C, graphite, and plus S, اللي هي rhombic. أوازن المعادلة. It's C is one, and this one in the product is one, and the S is two. Sulfur is two in the product, so I have to add two. And delta HF naught is unknown. هذا بالنسبة إلى منو؟ And the unit is kilojoule per mole. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الدلتا اتش اف اللي هو الكالكوليت ستاندرد انثالبي اوف فورميشن. بعد ذلك نجي إلى يقول ستاندرد انثالبي اوف كومبشن، راح يجيني على الكومبشن اوف دلتا اتش سي لمن؟ للسي. فلازم شو اكتب؟ أخلي السي بالمتفاعلات وأضيف لها زائدا O2. So it will produce CO2 وأكتب دلتا اتش سي نوت إيكوال وأخلي الرقم مالته. أوازن كربون واحد كربون واحد، الأكسجين اثنين أكسجين اثنين، ما عندي أي مشكلة. بعد ذلك نجي نكتب المعادلة. إيش قايل لي؟ قايل لي دلتا اتش سي فور ذا سلفر. سلفر إز ذا إس، سو إس بلس أو 2 إت ويل برودوس إس أو 2 ويز دلتا اتش سي نوت يساوي اللي هو الرقم اللي راح يجيني. بعد ذلك يقول دلتا اتش سي فور ذا سي إس 2 إيكوال ماينس 1072 2 kilojoule per mole اللي هو ال CS2. فنسوي the combustion reaction of the CS2 فأضيف له O2. أجي انتبه، هذا this compound is not organic compound, so that means it will not produce CO2 and H2O, وإنما ايش راح يكون؟ it will produce the oxide of the element. فيجي C يحترق ويا ال O2 ينطيني CO2 plus ال S it will compose with O2, it will produce SO2. أجي أوازن، carbon is 1, so and the carbon in the product is 1. The sulfur is 2 in the reactant, so I will add 2 for the product. Then I will find the number of the oxygen. دائما بالأكسجين وين أروح؟ أروح للنواتج. دائما بالأكسجين أروح للنواتج. فأجي أشوف الأكسجين بالكربون
واحد هنا ما عندي رقم. So 1 times 2 is 2. وال SO2 2 times 2 is 4. 4 plus 2 is 6. So that means I have to multiply the O2 in the reactant by 3. So it will be 3O2. هسا هنا كونت المعادلات. هنا علمتكم شلون تكونون المعادلات. بعد ذلك راح انتقل إلى الملزمة حتى نمشي بصورة سريعة حول الهيزز لو. فنجي إلى page 28 اللي هو بالسؤال هو منطيكم المعادلات. بالسؤال مال أسئلة الفصل أو المثال هو example 17 for the biological student and applied student. فنجي نشوف هذا البيج page 28 okay. يقول calculate the standard enthalpy of formation of main of the main element of CS2 compound from its most stable element. ومنطيني المعادلة. لكن بالوزارة أحيانا ما ينطيك المعادلة ولذلك أنت لازم تكتب المعادلة. بعد ذلك أيضا نشوف بأنه منطيني ثلاث معادلات اللي هي معادلات الاحتراق. أحيانا بالوزارة ما ينطيك المعادلات. فأجي أقارن المعادلة الأولى ويا المعادلة الهدف فأشوفها بأنه الكربون هو ما مضروب في 2 وهذا هم مضروب يعني number of moles is equal. هذا الكربون is in the reactant also the carbon in the first reaction in the reactant. So راح انزل المعادله مثل ما هي مباشره. بعد ذلك نجي نشوف المعادله الثانيه it has a sulfur and there is a sulfur in the main reaction. بالمين رياكشن فايش راح اسوي؟ راح اضرب المعادله الثانيه في 2. ليش اضرب المعادله الثانيه في 2؟ لانه المعادله بالمين رياكشن السلفر بالمين رياكشن هو 2 سلفر. فاجي اضرب المعادله الثانيه في 2. بعد ذلك اجي اشوف المعادله الثالثه بانه CS2 in the reactant but the CS2 in the main reaction is in the product so I have to multiply I have to change or interchange the reactant instead of the product بالمعادلة الثالثة. يعني أقلب المعادلة الثالثة. فمن قلبت المعادلة الثالثة طبعا راح أغير الإشارة مع دلتا اتش ار from negative to positive. بعد ذلك أجي أختصر أي شيء موجود بالمتفاعلات وموجود بالنواتج راح أختصره مثل ما تشوفون قدامكم. مختصر الـ O2 ويا الـ O2 بالنواتج ومختصر الـ CO2 بالمتفاعلات ويا الـ CO2 بالمتفاعلات والـ SO2 بالنواتج ويا الـ SO2 بالمتفاعلات. بعد ذلك اجمع الدلتا اتش ار راح تطلع عندي القيم الرئيسيه بالنسبه للمعادلات الجميع المعادلات اللي عندي. هذا بالنسبه الى هيزسلو. بالنسبه الى هيزسلو احيانا طالب يتشتت يقول شلون افرق بين هيزسلو وسميشن لو؟ شلون افرق بين قانون هيز او حل بواسطه هيز او احل بواسطه منه؟ بواسطه قانون المجموع. حبايبي إذا تشوفون بالمعادلات عمليات احتراق أو انثالبيات احتراق اللي هي دلتا اتش سي معناتها راح اشتغل عندي وين؟ بهيزز لو. إذا عندي عمليات احتراق اشتغل هيزز لو. أما إذا عندي عمليات تكوين أو انثالبيات تكوين يعني عندي دلتا اتش اف أكثر من وحدة معناتها عندي سميشن لو. فشون أفرق؟ احتراقات هواي يعني شنو هواي؟ يعني مثلا شوفوا هنا منطيني ثلاث احتراقات فلازم اشتغل هيزز لو. لكن من نجي على السميشن لو نشوف منطيني ثلاث او اربع او اثنين من التكوين انثالبيات تكوين فمعناته لازم اشتغل سميشن لو. اوكي حبايبي هذه الملاحظه تعتبر ملاحظه جدا مهمه بالنسبه للعلاقه هيزز لو حتى تعرفون بانه تشتغل هيز لو تشتغل سميشن لو. بعد ما عرفنا هيزز لو راح انتقل الى طبعا هيزز لو كان ببالي اشرح مثال اخر لكن الوقت ما اتوقع يسعفنا. راح اشرحه على الملزمه فنشوف اللي هو مثال خل اشوفه اللي هو example 21 page 29 page 29 نفس الفكره مشتغل بانه مسوي عمليات احتراق ثلاثه بما انه هو منطيني انثالبيات احتراق اذا راح اشتغل هيزز لو بما انه هو منطيني انثالبيات احتراق اذا راح اشتغل هيزز لو. شلون وجدت انثالبيات احتراق؟ شوفون السطرين الاخيرات دلتا اتش سي فور ذا اتش 2 ايكوال نمبر اند دلتا اتش سي فور ذس نمبر از ايكوال ذس اند دلتا اتش سي فور ذس از ذس. فاجي اشتغل
بأنه 3 معادلات بعدين أقارن وأشتغل معادلة هدف. ملاحظة أخيرة وأنتقل من هيزز لو. السنة السابقة لمنهج العربي جابوا لهم بأنه منطي المعادلات ثلاثتهن، لكن ما منطي دلتا اتش ار، ما منطي دلتا اتش ار. يعني شوفون هسه أنا بالملزمة منطي المعادلات ومقابل كل وحدة منطي دلتا اتش ار. هو منطى دلتا اتش ار، إيش سوى؟ خلى مثلا بالنواتج بلاس رقم بي كيلو جول، من تلقاه بالنواتج معناته هذا شنو؟ معناته هذا اكسوثيرميك رياكشن، يعني تفاعل بعث الحرارة. فأجي أنا شو أسوي؟ أسحب هذا الرقم، أجي أخلي دلتا اتش ار، أكتب المعادلة وأكتب مقابلة دلتا اتش ار تساوي نيجاتيف. ليش؟ لأنه مثل ما اتفقنا سابقا بأن هو إذا اكسوثيرميك لازم أكتب الرقم بالنواتج. فإذا بالنواتج تسحب الرقم من النواتج تخلي دلتا اتش ار نيجاتيف. إذا لقيت الرقم بالمتفاعلات تسحب الرقم من المتفاعلات تكتب دلتا اتش ار وتخليه بوزيتيف. واضحة الفكرة؟ هاي العام جتي وهواي طلاب خطأوا بيها، ولذلك انتبهوا إلها، خاف تتكرر بالوزارة بهاي السنة أو السنوات السابقة لطلابنا الأحبة. بعد ما عرفنا الهيزز لو راح ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو راح يكون حول تعاليل جيبس. تعاليل جيبس، تعاليل جيبس جدا مهمة، جدا جدا مهمة. ليش؟ لأنه تتكرر بالوزارة وجاية أكثر من مرة. فمن نجي التعاليل جيبس، طبعا نجي على الملزمة إلى بيج، راح تكون بيج 44. عندي melting, evaporation, boiling, sublimation. هذني كلهن معناتهن شنو؟ من يقول melting، من يقول melting معناته جدي يتحول، اللي هي number one. melting معناتها عندي راح يكون التفاعل شنو؟ التفاعل راح يكون تحوله من حالة صلبة إلى حالة سائلة. It's from gas and from solid to liquid. If it's changing from solid to liquid, that means the entropy, it will be positive. Why positive? Because it will the disorder, it will increase. And also, delta H, it will be positive. Why? Because it's endothermic. هو شلون راح يتحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة؟ هو راح يمتص حرارة. من يمتص حرارة it will change from solid to liquid. هاي دائما خلوها ببالكم. ونفس الشيء بقية النقاط. أما من نجي للنقطة الثانية يقول freezing, crystallization, condensation. دو دو معناتها اللي هي الندى، اللي هي النقاط مال الورق الماء اللي تتكون على الزهور في الصباح. وايضا السولديفيكيشن اللي هي عمليه التصلب. هذني كلهن من ثاني يقول فريزنج، فريزنج ات ويل تشينج ذا سبستنس، ات ويل تشينج فروم ليكويد تو سوليد. اف اتس تشينج فروم ليكويد تو سوليد، ذاتس مين ات ذا ديس اوردر ويل ديكريز. اف اتس ديكريز سو ذا دلتا اس ات ويل بي نيجاتيف. ايضا هو راح ات ويل تشينج فروم سوليد، فروم ليكويد تو سوليد، ات ويل ريليز هيت، it will release it، راح ينطي الحرارة مالته. فمن ينطي الحرارة مالته راح يتحول من حالة سائلة إلى حالة صلبة. So the reaction delta H of the reaction, the enthalpy of the reaction, it will be negative. أيضا بعدين عندي النقطة الرابعة مو كلش مهمة، عندي النقطة السادسة جدا مهمة. طبعا كل عملية تفكك، إذا تعرفون أو لا، كل عملية تفكك dissociate, analyze هي عملية زيادة في العشوائية. The disorder will increase. ليش increase؟ لأنه هو من تتفكك راح تزداد المسافات البينية. من تزداد المسافات البينية جزيئات راح تتحرك بصورة سهلة، وبذلك راح تزداد ال disorder of it. ال disorder العشوائية مالتها راح تزداد. فكل تفكك، كل تحلل هو زيادة في العشوائية، عدا الأوزون بعدين راح نسولف عليه. أيضا عدي يقول weather اللي هي number 6 very important weather. He says the process is some spontaneous اللي هي dissolve or dissociate or analyze. احيانا ما يقول لي هو spontaneous or non spontaneous. يجيني يقول لي the gas is dissociate، معناته الغاز تفكك، or the gas is analyzed تحلل. هنا راح تزداد العشوائيه، صح؟ بس انا ما اعرف العشوائيه، أنا عندي spontaneous or non-spontaneous، أنا مدى أعرفه هو spontaneous or non-spontaneous. إذا قل لي analyze, dissociate معناته it's spontaneous. إذا يقل لي analyze
or dissociate معناتها هذا spontaneously هو دي يقول لي دي يصير. أما إذا يقول لي non dissociate non analyze معناتها هو ما دي يتحلل، فهو من دي ما دي يتحلل معناتها هو شنو؟ هو non spontaneous. Non spontaneous. فأحيانا sometimes they ask me about it's whether he says the process is spontaneous or non spontaneous. We assume that it occurs, but spontaneous must prove delta GR is negative, or non-spontaneous must prove delta G is positive. احنا بجيبس لو احنا دنش نسوي؟ احنا دنسوي عملية إثبات. دنسوي عملية شنو؟ إثبات بأنه دلتا G هي spontaneous or non-spontaneous. إذا قل لي بأنه هي spontaneous معناتها يجب أن أثبت بأنه دلتا G هي negative. إذا قال لي هي non-spontaneous يجب أن أثبت بأنه delta G is positive. So أحياناً يقول لي هي positive or negative، بس هو إيش قال لي؟ قال لي هو dissolve or dissociate. أنا أجي أقول delta G هي هيج، من أجي delta S والdelta H دائماً أعتبره هو dissolve, dissociate or analyze دائماً. يعني حتى لو إذا إجاني قال لي شنو؟ إجاني قال لي مثلاً not analyze or not dissociate، يعني ما راح يتحلل. delta G شنو؟ positive. لكن من أجي للدلتا H والدلتا S أفرضهن بأنهن راح يتحللن، يعني الدلتا G ما له علاقة بيها. من يجيني هيج سؤال دلتا G ما له علاقة بيها، دائما الدلتا S والدلتا H تكون dissociate, analyze or dissolve. واضح؟ هسه راح نحل أمثلة على هذا الموضوع. طبعا جزء الفكره واضحه او لا، بس راح نحل امثله. فمن نجي الى بيج 45، نجي الى بيج 45 نشوف بانه ال first one melting of ice under standard condition. يقول melting of ice ال معناته شنو؟ الايس راح يذوب. melting الmelting it will change from solid to liquid. طبعا قبل لا ابدي بالشرح شغلتين لازم تسوونهم. تشوفون انا شو مسوي؟ أول شيء كاتب القانون ما دلتا جي تساوي إيكوال دلتا H ماينس سي دلتا S. هاي أول خطوة أسويها، هاي أول خطوة أسويها. ثاني خطوة أسويها أكتب على اليمين مالتي دلتا H إيكوال something إيكوال بس إيكوال دلتا H إيكوال دلتا S إيكوال. هذني بكل سؤال ما العلاقة جيبس لازم أسويها. أول شيء أكتب القانون وأكتب على إيدي اليمنى يعني اكتب دلتا جي يساوي دلتا اس تساوي دلتا اس تساوي. هسه اجي اقرا السؤال واعوض، اقرا السؤال واعوض. فيقول melting of ice، melting of ice under standard condition. هو يقول لي melting معناته هو ايش دي يصير؟ دي يتحول من حاله صلبه الى حاله شنو؟ الى العفو من حاله صلبه الى حاله سائله، انصهار من حاله صلبه الى حاله سائله. هل هو spontaneous؟ نعم spontaneous. Why? Because it's melting. هو قال لي melting of ice under standard condition هو spontaneous. فهو دي يذوب الثلج دي يذوب. ما دام هو دي يذوب إذن هي spontaneous. إذن delta G equal minus delta H. هو شلون سوى melting؟ It absorbed the heat. Absorbed the heat so it's melt. That means is delta H is equal positive. وأكتب لازم مقابلة شكتب the endothermic reaction. أيضا delta S هو positive. ليش positive؟ لأنه is change from solid to liquid معناته هو melt. راح تزداد المسافات البينية، فراح تزداد the disorder will increase. The disorder will increase. فهنا راح تكون delta S equal positive. بعد ذلك شو راح أسوي؟ راح أجي على الملزمة أشوف دلتا H عوضت بدل عنها positive minus مال قانون دلتا S كتبت جواها positive. بعد ذلك سويت قلت positive times negative so it will be negative. هسه أنا شريد أثبت. طبعا هو هذا موجود page 45. هسه أنا شريد أثبت، أنا أريد أثبت دلتا G is negative. أريد أثبت دلتا G is negative spontaneous. شو أسوي؟ أجي أباوع الأول واحد هو positive والثاني هو negative. أجي أكتب يم الثاني bigger. طبعا أبو العربي يكتب أكبر، أبو الإنجليزي يكتب bigger. ليش كتبت يم الثاني bigger؟
لأنه أنا دا أعتمد على temperature. If the temperature is high, it will be bigger. If the temperature is low, it will be smaller. فدائما الكتابة مع bigger والsmaller, it will be in the second signal. فأجي أكتب minus اللي هو على الثاني. الثاني ما بيشي راح أنتقل إلى question 5. Question 5. نفس page, page 45. Question 5. يقول calcium carbonate does not decompose at room temperature. Calcium carbonate does not decompose at room temperature. لازم شو أسوي؟ أجي أشوف بأنه يقول does not decompose. معناته delta G it has to be positive. Why? Because it's non-spontaneous. It's positive. Why? Because it's non-spontaneous. في كتابة delta G equal positive non-spontaneous reaction. بعد ذلك نجي نشوف ايش قلنا؟ قلنا هو قال لي not decompose. بس من اجي على السؤال افرض الدلتا اتش والدلتا اس كانما دا يسوون decompose. افرضهم كانما دا يسوون decompose. الدلتا جي اكتبها مثل ما هو قايل لي. الدلتا اتش والدلتا اس اعتبرهن او افرضهن كانما دا يسوي شنو؟ decompose. فاجي اشوف دلتا اتش من يسوي decomposing راح تزداد المسافات البينية. So the disorder will increase. So delta S it will be positive. Also it will absorb heat to decompose. It will absorb heat to decompose. So that means delta H it will be positive. So the reaction it will be endothermic reaction. فبعد ذلك راح أعوض بدل delta H positive بدل delta S positive. Positive times negative it will be negative. فpositive negative. أنا شريد أثبت. أنا أريد أثبت بأنه the delta G is positive. So I will write smaller beside the minus and I will take the bigger number. It's the positive. So the delta G it will be positive. أتمنى وصلت الفكرة. فقط عندي بالنسبة عندي سؤال decompose mercury. عندي question 7 بفكرة. Question 7 اللي هو يقول self dissolution of sulfur dioxide gas in water with releasing heat. طبعا قال لي releasing heat معناته شنو؟ معناته دا يبعث حرارة. معناته delta H is positive. I'm sorry, delta H is negative لأنه هو دا يبعث حرارة. Exothermic reaction. So release, so delta H is negative. Delta G is negative. Why? Because self-dissolution dissolution of sulfur dioxide. هو دا يقول لي بأنه دا يسوي self-dissolution. معناته هو دا يذوب. هو دا يتحلل. فمن دا يتحلل أو دا يتفكك معناته delta G is negative. So because it's a spontaneous reaction. الفكرة وين؟ الفكرة بأنه عندي هذا sulfur dioxide is gas. The gas when it dissolute in water, when it dissolute in water, يعني دا يتحول كأنما من غاز إلى سائل. ليش؟ لأنه الجزيئات مالته راح تتقيد بواسطة السائل. So the delta S will be decrease. The delta S will be decrease. فالدلتا S is negative because the decrease of entropy. ليش؟ لأنه كأنما دا يتحول من حالة صلبة. العفو من حالة غازية إلى حالة سائلة. بعد ذلك عندي فقط page 47 اللي هو question 11. بس أنوه لكم هاي الفكرة بأنه عندي decomposition of ozone. كل شيء بطبيعي. فقط عند الدلتا H. الدلتا H بالأوزون من يتفكك الأوزون under standard condition. من يتفكك الأوزون إلى الأكسجين راح يكون عند حالة خاصة بالدلتا H. هو من يتفكك المفروض يمتص حرارة ويتفكك. لكن فقط الأوزون هو يبعث حرارة ويتفكك. ولذلك أنا كاتب لكم دلتا H is negative. So because it's exothermic reaction. And this one is a special case. بعد ما انتهينا من علاقة جيبس راح نتوقف للعفو تعالي الجيبس. راح نتوقف لدقيقتين بسيطة جدا. تأخذون استراحة بسيطة حتى نبدي بأخير موضوع اللي هو علاقة جيبس أو find delta G by the Gibbs equation.
حبايبي طلابنا رجعناكم ويا موضوع آخر اللي هو Gibbs Equation. طبعا نحب ننوه بأنه المراجعة المركزة مستمرة إلى حد نهاية المنهج إن شاء الله، راح نتطرق للأفصل الأخرى وأيضا دائما ويكون اللايف من منصة تعليم. نجي إلى Gibbs Equation. Gibbs Equation إذا تشوفون Page 48 Page 48 نشوف دلتا جي آر نوت equal دلتا اتش آر نوت minus تي دلتا اس آر نوت، تشوفون اللي فوق. ملاحظة خليها ببالك بأنه أنا أقدر أوجد دلتا جي آر بواسطة طريقتين، يا أما بواسطة السميشن لو اللي هو دلتا جي آر نوت equal summation number of mole دلتا جي اف نوت for the product minus summation number of mole delta GF not for the reactant. هذا الـ summation law. أيضا أقدر أوجده بواسطة هذا القانون اللي هو قانون Gibbs، اللي هو قانون Gibbs. خلي نجي إلى الـ summation law، نجي إلى السلايدات نشوف بأنه Gibbs equation. الـ Gibbs equation يا حبايبي بأنه أنا عندي قانون شنو؟ delta GR not equal delta HR not minus T delta SR not. هذا القانون راح عندي delta GR راح نوجده شلون؟ delta GR not equal summation number of mole delta GF not for the product minus summation number of mole delta GF not for the reactant. وأيضا عندي نفس القانون تقريبا نطبقه للدلتا H، وعندي تقريبا نفس القانون أطبقه للدلتا SR، والتي دائما بالكلفن. طبعا مثل ما تعرفون ما أقدر أعوض هنا إلا بوحدة الكيلو جول، ذني كلهن لازم بوحدة الكيلو جول، فهذا يقاس بوحدة الكيلو جول على مول الدلتا جي آر، والدلتا اتش آر يقاس بوحدة الكيلو جول على مول، ما عندي مشكلة بي. مشكلة عندي بالدلتا اس آر، دلتا اس آر يقاس بوحدة الجول على كلفن في مول، هنا لازم أحوله إلى وحدة الكيلو جول على كلفن تايمز مول، فإذا عندي تحويلة أولى اللي هو أحول دلتا اس آر من الجول إلى الكيلو جول، يلا أقدر أعوض بهذا القانون، وأيضا لازم أحول التي من الكلفن إلى العفو من الدجري سيليسيوس تو كلفن، سو تي كلفن إيكوال تي دجري سيليسيوس بلس 273. هذا القانون اللي راح يحول لي التمبرتشر فروم دجري سيليسيوس تو كلفن. هذا هو القانون. عملية إيجاد دلتا جي آر نوت دلتا اتش آر نوت وعدي دلتا اس آر نوت، هذني أربعتهن نقدر نوجدهن بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هو Gibbs Gibbs equation Gibbs equation. الطريقة الثانية اللي هي summation law summation law. هذا summation law. إذن بواسطة واحد من ذني الطرق أقدر أوجد الدلتا اس ار أو الدلتا جي ار أو الدلتا اتش ار. أيضا عندي الدلتا اتش اف نوت and الدلتا جي اف نوت وعندي الاس نوت، هذني الثلاثة شلون أقدر أوجدهن؟ هذني فقط أقدر أوجدهن بواسطة شنو؟ summation law. يعني ما أقدر أوجد هنا بGibbs equation. Gibbs equation فقط يوجد لي دلتا اس ار ودلتا جي ار ودلتا اتش ار. أما الدلتا اتش اف دلتا جي اف والاس نوت أقدر أوجدهن بواسطة summation law. فأجي أنا أشوف المجهول مالتي دلتا واحد من ذني الثلاثة، رأسا أقول إذن لازم أطبق summation law حتى أوجدها. أما إذا واحد من ذني الثلاثة لازم أفكر بGibbs law وsummation law مثل ما راح نشوف هسه بالأمثلة. هسه نروح إلى ال page 48 اللي هو example 36 اللي هو a question in the final end of the chapter. It's a question 115 for the biological student and a question 16 for the applied student. بتشوفون بأنه السؤال يقول find the value of delta GR not in the following reaction. التفاعل من طينية يقول delta HF for the CO
ومنطيني دلتا اتش اف فور ذا سي او 2. ما دام منطيني دلتا اتش اف ويا دلتا اتش اف والاو 2 دلتا اتش اف مالتها ايش قد؟ زيرو. واي؟ بيكوز ات ماست ستيبل الومنت. فمعناته اقدر اوجد الدلتا اتش ار بواسطه السمشن لو. ما دام منطيني دلتا اتش اف فور ذا سي او 2 والدلتا اتش اف فور ذا سي او، ذاتس مين اي كان فايند ذا دلتا اتش ار باي ذا سمشن لو. فاجيت تشوفون طبقت السمشن لو اللي هو دلتا جي دلتا اتش ار نوت ايكوال سميشن نمبر اوف مول دلتا اتش اف فور ذا برودكت ماينس دلتا سميشن نمبر اوف مول دلتا اتش اف فور ذا رياكتنت. بعد ما وجدنا دلتا اتش ار راح نجي نشوف شنو، نشوف بانه الاس نوت منطيني اس نوت فور ذا سي او، منطيني اس نوت فور ذا سي او 2، منطيني اس نوت فور ذا او 2. ذاتس مين اي كان فايند وات؟ اي كان فايند ذا دلتا اس ار نوت باي ذا سميشن لو. ايضا مثل ما اتفقنا سابقا بانه راح اوجده راح يكون بوحده جول ديفايدد باي باي كلفن تايمز مول. سو اي هاف تو تشينج ات فروم جول تو كلفن باي بير كلفن تايمز مول الى كيلو جول بير كلفن تايمز مول. واي؟ بيكوز اي هاف تو دو سم جيبس ايكويشن. زين شلون اعرف انا راح اطبق جيبس ايكويشن لو ما راح اطبق جيبس ايكويشن ان ذا كويشن؟ سي اف يو فايند دلتا اتش اند S or delta S and something of the delta G is unknown. يعني ثلاثة الموجودات بالسؤال. من ثلاثة الموجودات بالسؤال معناته هنا لازم أطبق Gibbs equation. لأنه Gibbs equation هي الوحيدة اللي تربطهن ثلاثة بالسؤال. ما عندي أني واحد من عدهن حتى أقول ما عندي Gibbs equation. ما دام ثلاثة الموجودات بالسؤال إذا لازم أني أطبق Gibbs equation. فأجي أطبق Gibbs equation. وما دام انا اطبق جيبس اكويشن اذا لازم احولهن كلهن بالكيلو جول وايضا احول درجه الحراره الى الكلفن. اكو طالب راح يقول لي زين استاذ ماكو درجه حراره. درجه الحراره هو كله دي يشتغل على ستاندرد تمبرتشر اند بريشر اللي هي 25 ديجري سيليسيوس، فانت تشتغل على 25 ديجري سيليسيوس. اكمل المساله مالتي. هو ايش رايد؟ قايل فايند ذا فاليو اوف دلتا دلتا جي ار. دلتا جي ار شلون اوجدها؟ لو جيبس اكويشن لو سميشن لو. زين انا عندي دلتا جي اف؟ ما عندي دلتا جي اف. اذا ذاتس مين اي كان فايند ات باي ذا جيبس اكويشن. اذا حتى اوجدها بالجيبس اكويشن احتاج الى دلتا اتش ار اللي وجدته واحتاج الى دلتا اس ار اللي وجدته والتي اي هاف تو تشينج ات فروم ديجري سيليسيوس تو كلفن. از اي تولد يو تي كلفن ايكوال 25 ديجري سيليسيوس بلس 273. سو ذاتس مين ات ويل بي 298 كلفن. بعد ما وجدنا درجة الحرارة نطبق بالخطوة الأخيرة اللي هي دلتا جي ار ايكوال دلتا جي ار نوت ايكوال دلتا اتش ار نوت ماينس تي دلتا اس ار نوت اللي هو جيبس ايكويشن واوجد الدلتا جي ار نوت. بما انه because دلتا جي ار نوت is negative that means the reaction it will be spontaneous وينتهي حل السؤال. بعد ما انتهينا حل السؤال ننتقل الى سؤال اخر بفكره شويه مختلفه اللي هو مثال راح يكون page just a second I will told you the page. نقدر نشوف مثلا example 47 example 47 اللي هو page 60. شو يقول؟ يقول السؤال يقول for the reaction منطين الرياكشن اللي هو 302 produce 203 نشوف يقول at 25 degrees Celsius and the pressure is 1 atm find delta HF naught for the O3. شو يريد؟ delta HF naught. The unknown is delta HF naught because delta HF naught is the unknown. So I have to find what? I have to find it by the summation law. I have to find it by the summation law. لازم أطبق شنو؟ قانون المجموع. زين قانون المجموع انا شو احتاج حتى اطبق قانون المجموع؟ احتاج دلتا اتش ار. زين دلتا اتش ار انا ما عندي، منين اوجد دلتا اتش ار؟ لازم اوجدها من جيبس ايكويشن. اي هاف تو فايند ات فروم جيبس ايكويشن.
So, شنو اللي عندي؟ زين شلون عرفت أنا راح أطبق Gibbs equation؟ إذا تنتبهون منطيني S for the O2 equals 205 joule per Kelvin times wall, ومنطيني S not for the O3 اللي هو 239 joule per Kelvin times wall, ومنطيني delta GF not for the delta GF not طبعا ما قايل لي المن لكن هي 100% للO3. Why? Because the delta GF not for the O2 is zero. Why? Because it's the most stable element. فأني أجي أطبق أول شيء دلتا اس ار منطيني اس نوت ومنطيني دلتا جي. اتفقنا شنو؟ اتفقنا إذا ينطيني دلتا جي واس وياها دلتا اتش that mean I have to do Gibbs equation لأنه هو الوحيد اللي يربطهن اتلافتهن. فأجي أنا شو أسوي؟ أول خطوة أطبق دلتا اس ار نوت اللي هو submission law to find the دلتا اس ار. فأجي أطبق الدلتا اس ار وجدتها بالجول أحولها إلى الكيلو جول. بعد ذلك عندي دلتا جي اف نوت فور ذا او 3 اجي اطبق عليه السميشن لو فور ذا دلتا جي ار نوت تو فايند ذا دلتا جي ار نوت. بعد ذلك راح اجي احسب احول درجه الحراره فروم سيليسيوس تو كلفن. بعد ما وجد الدلتا اس ار ودلتا جي ار والتي اطبق Gibbs equation حتى شنو؟ حتى اوجد الدلتا اتش ار نوت. بعد ما وجدت الدلتا اتش ار نوت راح احول وين؟ احول الى السبميشن لو اللي هو فور ذا دلتا اتش ار اللي هو اخر خطوه. راح يكون دلتا اتش ار ايكوال سبميشن نمبر اوف مول دلتا اتش اف فور ذا برودكت اللي هو المجهول ماينس الرياكتنت اللي هو زيرو والدلتا اتش ار اللي وجدته من السبميشن لو. اجي اعوض اكمل اوجد دلتا اتش اف فور ذا او 3 اتس 142.6 كيلو جول بير مول. هذا المثال انا اعتبره من يعني هو كفكرة يعتبر من أهم الأمثلة. ليش؟ لأنه أنت إذا قدرت تفتهم هاي الفكرة معناتها أنت الجيبس إكويجين فاهمة وهضمته وما عندك مشكلة بي. فإذا أنا عندي نوعين أو فكرتين للجيبس إكويجين. الفكرة الأولى اللي شرحتها بالمثال الأول والفكرة الثانية اللي هي هاي اللي شرحتها حاليا. هذه الفكرتين الأساسية بالجيبس إكويجين. أحتاج وقت بسيط جدا حتى نكمل كل شيء وننهي الشابتر 1. أحتاج نروح إلى page 52 اللي هي find the temperature by Gibbs equation. أحيانا شوف هاي الأمثلة كلها اللي أو المثال اللي شرحتها أو أغلب أمثلة Gibbs هي راح تكون شنو؟ راح تكون بواسطة شنو؟ إيجاد دلتا جي أو إيجاد دلتا اتش ار أو إيجاد دلتا اس ار. Just some examples. It's find the T or temperature by the Gibbs equation. أحياناً يقول لي T هي المجهولة. فإذا T هي المجهولة لازم أوجد ال T بواسطة شنو؟ بواسطة Gibbs equation. حتى أوجد ال T راح أروح إلى السلايدات أنطيكم فكرة وبعد ذلك راح نحول. من اجي الى Gibbs equation قانون او find T by Gibbs equation. اجي من اجي الى find T by Gibbs equation عندي قانون مال Gibbs هو دلتا اوكي اوكي هسه سو دلتا جي ار نوت ايكوال دلتا اتش ار نوت ماينس تي دلتا اس ار نوت. هذا بالنسبه الى شنو؟ بالنسبه الى الجيبس ايكويشن رياكشن اللي هو Gibbs equation. أنا هسه شو أحتاج؟ أحتاج بأنه T هو المجهول. إيجاد T. شلون أوجد T؟ أول خطوة لازم أعتبر دلتا G أو التفاعل في حالة اتزان. So that means delta G R not equal minus. So equal delta H R not minus T delta S R not. مجهولي منو؟ T. أخلي مجاهيلي بجهة معالي بجهة. فأقول T delta S R not equal delta H R not. بعد ذلك مجهولي منه T
فأقول T equal delta H R naught divided by delta S R naught. هذا القانون اللي هو راح أطبقه لإيجاد درجة الحرارة أو find T by the Gibbs equation. يعني هذا يمتى أطبقه؟ لما يجيني يسألني what is the temperature to make the reaction is spontaneous. What is the temperature to make the reaction spontaneous? So that means I have to find the temperature to make it spontaneous. How can I find it? I can find it by this equation. هذا T اللي وجدته هو at بحالة الاتزان. At equilibrium. بس أنا ما أريده at equilibrium. أنا شريده. And أريد أنا أحتاجه بأنه يكون spontaneous. إذا كانت delta H is positive و delta S is positive. طبعا دائما delta H و delta S يجن نفس الـ signal. فإذا اثنيناتن positive شكتب وجدت T مثلا وجدت T خلينا نقول 200 كلفن. وجدت T 200 كلفن. شكتب we have to increase the temperature more than 200 Kelvin to make the reaction spontaneous. To make the reaction happen spontaneously. فهي الفكرة وين؟ بأنه أنا وجدت درجة الحرارة. من وجدت درجة الحرارة شو أقول؟ أقول لازم أخليها increase. إذا اثنينات النيجاتيف مكان الانكريز شو يصير؟ يصير ديكريز. مكان الانكريز يصير ديكريز. واضحة الفكرة؟ مكان الانكريز يصير ديكريز. فإذا اثنينات البوزيتيف انكريز، إذا اثنينات النيجاتيف ديكريز. هسا بعد ما افتهمتها أتمنى بأنه وضحت الفكرة. راح أحتاج أروح إلى الملزمة فأجي أشوف بأنه page 53 اللي هو example حول هذا الموضوع أحله وننهي المراجعة إن شاء الله. أنطيكم فكرة عالية وعلى المثال بعده اللي هو لما ينطيني درجة الحرارة ويقول لي هل التفاعل تلقائي أو لا. فنجي نشوف يقول if the delta H and delta S values of the following reaction are known, find out the temperature at which those reaction occur spontaneously. يقول بأنه جد الحرارة اللي يكون عندها التفاعل تلقائي. فأول شيء لازم أشتق القانون. فإجيت أنا اشتقت القانون. فإجيت كتبت T equal delta H divided by delta S. بعد ذلك حولت الدلتا S R to kilojoule per Kelvin times mole. ليش حولته إلى kilojoule؟ أنا كأنما دا أطبق Gibbs equation. This is Gibbs equation. So I have to change the delta S to kilojoule per Kelvin times mole. Then T equal delta H على delta S. So the temperature it will be 260 25 Kelvin. So we have to increase the temperature more than this. So it will be spontaneous or the reaction it will be spontaneous. واضح الفكرة؟ هذا إذا اثنيناتهم positive. بالبي بالرياكشن بي هو لما اثنيناتهم يكونن negative. So we have to increase decrease the temperature less than this number, this temperature to make the reaction spontaneous. نروح إلى البيج اللي بعده. أحيانا شو يقول؟ يقول estimate page 54. يقول estimate which of the following two reaction occurs spontaneously by looking at delta S and delta H values measured at 25 degrees Celsius and 180 atm pressure. هذا يقول هالمرة لا يقول حاول تعرف أو تنبأ يا هو من ذني التفاعلات راح يكون تلقائي. شلون أعرف تلقائي لو غير تلقائي؟ spontaneous or non-spontaneous. I have to find delta G at what temperature? At 25 degrees Celsius. If I find delta G is negative, that means spontaneous. الحل طحنتي. أما if it's positive, that means it's not spontaneous. فهنا شي يقول لي طبعا أكو تكمله بالسؤال. شي يقول
So what is the temperature to make the reaction happen spontaneously? لازم أرجع إذا طلعت لي هاي دلتا جي positive مثل ما تشوفون طلعت لي دلتا جي positive هسه لازم شنو لازم أوجد درجة الحرارة اللي يكون عندها التفاعل تلقائي أرجع أطبق نفس المثال نفس الفكرة اللي حليتها بالمثال السابق وأوجد درجة الحرارة اللي تكون عندها التفاعل تلقائي. أما بالفرع B لا تشوفون بأنه التفاعل الدلتا جي آر نوت طلعت لي نيجاتيف فمن هي طلعت لي نيجاتيف that's mean the reaction is happening spontaneously so I don't have to go to the last idea to find the temperature. أتمنى نكون توفقنا بأداء المراجعة المركزة لشابتر 1. دائما تكون المراجعة من منصة التعليم وطلابنا بكل مدارس العراق مدارس المنهج المتميزين ومدارس الاعتيادية. نلتقيكم غدا إن شاء الله بنفس الوقت وشابتر 2 راح تكون مراجعة مركزة جميلة لأنه شابتر 2 راح تكون مواضيع أقل فنقدر نركز أكثر على الأمثلة ونعطيكم تفاصيل أكثر إن شاء الله. أحب أذكركم بأنه أنا وياكم الأستاذ أسامة الباقر أستاذ الكيمياء في كلية الطب جامعة ابن سينا ومنصة تعليم راح تكون وياكم لإعطائكم أفضل النتائج وأفضل المحاضرات اللي راح تفيدكم. شكرا جزيلا لكم.